يقول أنا شخص لا أقدر أن أجمع المال ولا أستطيع التوفير، فقررت أن أشترك في جمعية وأكون آخر من يستلم هذا المال من هذه الجمعية، ما حكمها؟ إيش الجمعية؟ أي جمعية؟ مجموعة يا شيخ من الأشخاص كل شهر على واحد. أنا ما أرى هذا، هذا تقارب، هذا قرض مربوط في قرض، وهو قرض جر نفع، لا يجوز هذا. نعم.